المسرح العربي، كيف ابتدأ ومتى كانت النشأة، وأيضاً التطورات التي ظهرت على المسرح العربي. المسرح العربي كبداية تاريخية بدأ الأول طبعاً في بيروت 1848. اليوم المسرح العراقي يعود إلى ألقى، لكن بحضور القادمين صوب بغداد وصوب المسرح. أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً واعياً وثقفاً. كل طلبة معهد فنون مسرحية هتلاقي دايماً مشروعات التخرج ما بين الأدب العالمي والأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي. المسرح العربي الحديث اعتمدنا على الترجمة فترة طويلة. عرق المسارح العربية أكثرها زخماً، واللي أنت شخصياً تحرص على متابعتها على دوام. المسرح القومي المصري وصفه هو القلعة الحصينة. بيت للكل الليلة 11 مساءً على قناة مصر الأولى.